أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، إذا كان إمام المسجد يدعو جماعيا بعد كل صلاة، فهل من إنكار المنكر مغادرة المسجد وتفويت فضيلة البقاء في المصلى وذكر الأذكار، أو لا بأس بالبقاء وذكر الأذكار؟ أولا تجب مناصحة هذا الإمام، لأنه ربما يكون ليس على علم بأن هذا غير مشروع، فأنت تذكره وتبلغه بأن الذكر الجماعي غير مشروع، وإنما المشروع ذكر الله من المصلين، كل يذكر الله منفردا عن الآخرين، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذكرون الله بهذه الصفة بعد الصلاة، وإنما كل منهم يذكر الله منفردا ويرفع صوته بالذكر، ولو إن توافقت أصواتهم. أما إذا اتفقوا على صوت واحد صوت جماعي هذا بدعة ولا تجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الاعتزال إذا كان هناك مسجد آخر قريبا منك، إذا كان هناك مسجد آخر وهو قريب منك وإمامه ملتزم بالسنة، فإنك تذهب وتصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي يعمل البدعة ولم يقبل النصيحة. وإذا لم يكن هناك مسجد فصلي معهم ثم اعتزل اجتماعهم وكن في جانب من جوانب المسجد واذكر الله بمفردك. نعم.